pulling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. عليكم ورحمة الله وبركاته, يعطيكم ألف عافية. يوم جديد, كش جديد, مغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا اخوان, اليوم قبل ما نبلش باي شيء بدنا نكسب الصلاه على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام, ويا ريت تحط لنا لايك للمقطع اذا مش حاطط, واذا مش مشترك بالقناه ادعمنا واشترك بالقناه. طبعا يا اخوان, اليوم انا المقدمه هاي مصورها بعد ما صورنا الفيديو كامل وبعد ما عملنا كل شيء. طبعا يا اخوان, اليوم في طير من الطيور الجديده روح. طبعا الفكره من الطيور الجديده يا اخوان انه احنا الست طيور اللي جبناهم يعني في منهم اجونا من ناس يعني معارفنا واصحاب, وفينا في اشي منهم شرينا. طبعا يا اخوان, الطير اللي روح من اللي اجانا هدية من ناس نعرفهم. طبعا الطير اللي روح هذا اجانا من شخص هو صايده وقالنا الطير قوي وكشوه عندكم. طبعا احنا يا اخوان حطينا الطير عندنا وعملنا كل اشي معه صح, يعني ما عملنا اي غلطة مع الطير, ولكن الطير شكله طاير قريب من المنطقة هاي. أول ما شدينا على الطيور وعلي الطير كشف وضل مروح, لأنه ما لف ولا لفة ولا إشي, ضل موجه على طول, فمبين إنه روح لصاحبه. طبعا الله يبارك لصاحبه بالطير اللي عنده, لأنه مخه ما شاء الله قوي ونظيف. يعني بعد ما إحنا حطنا ونشرناه والطيور نزعناها ونشرناها بما فيه الكفاية وكشناها أكثر من مرة ووعي على السطح, ولكن ضل الطير متذكر صاحبه الاولاني. اول ما علي كشف روح, يعني الله يبارك له بالطير. طبعا احنا يا اخوان يعني مش الهدف انه احنا يعني الطير خلاص لازم يقعد, ما دام روح لصاحبه الله يبارك له فيه. طبعا يا اخوان, هسه قبل ما نبلش المقطع بدي اياك هسه هون توقف الفيديو وتحزر شو الطير اللي روح. اكتب لي بالتعليقات انت شو بتتخيل الطير اللي روح من الحمام. يا ريت يكون تعليقك انه تحزر قبل ما ايش تكمل الفيديو وتعرف شو هو الطير. هسا يا اخوان راح افرجيكم المقطع كامل كيف انه الطير كان بالحمام, شدينا عليها شوي لما علي الطير كشف وروح. تابع المقطع للنهاية ان شاء الله ولا تنسانا من دعم يا اخوان. طبعا يا اخوان, الحمام الجديدة يعني انا صلي اسبوع بالضبط مش مطلعها, يعني انا مقصر معاها كثير, والله انا مقصر كثير معاها, عشان هيك رخت يعني اشتغلنا عليها فترة. ولكن احنا برضو شدينا على الراس الاول والراس الثاني. شو اللي فلت تحت هذا؟ شو الطير هذا؟ طب اشيري هذا. هيو يا زلمة لقدام, هيو لقدام. شبك بالقطع هاي شايفه؟ اللي مطرف. طلع هيو على اليمين. ايوه وين رايح هذا؟ قاعد مرتاح هذا قاعد وين راح؟ هسه برجع الحمام يا اخوان, الحمام طاير كلها. إذا مو بروحه بيجي. إخوانا الطباشيري زي ما أنتم شايفين قاعد برمح جوا. هي رد رجع. لا رد رجع, هي رد رجع, هي بلحق بالحمام. هي إخوان بلحق بالحمام قاعد. صادي يلبس على فكره, راح ردح غاد ردح غاد ورجع. شفته يعني وصل لقدام, انا قلت ايش نعمل انه رجع. لا رجع, هي رجع, هي رد قطع يا زلمه. شو قصته هذا؟ ايه مره. هي اخوان
ايه شو قصته هذا؟ ترد واحد تحت قاعد حمام طايره. لا حط طول، ها حط طول حمام خليه يجي. داعي حطت فيها بالله، لانه قاعد بشو اسمه بقالب جوا قاعد. هيو بشايفه برداح برد برجع بقالب جوا قاعد. حطت الحمام خليها تحط عينك عليها وبيضة. وين راح الحمام؟ حط وين راح؟ وين راح؟ بقول لك عينك عليه. ايوه شويه. ايوه غاد. وين غاد؟ ايوه غاد برجع فوق هذيك الرقصه جوا. وين جوا يا زلمه؟ هي يي وين صار؟ هي عند الجامع شايفه؟ اسمع عند الجامع ورا الجامع. هيو شو مبين على الزوم؟ جوا. لا يا زلمه وين حط؟ حط عضار على فكره مش عليها حمام. لا لا على فكره وساحل لتحت لسه. فسد شكله؟ فسد؟ لا هيو حاطط يا زلمه رفصه مش عليها حمام. لا يا زلمه. هيو انا كنت بدبر. زما حط صحن ورا الجامع شفته يا زلمه. هي قاعد بيلعب عند الجامع شايفه؟ استنى فرجيك هسه الكاميرا بك طلع شو مبين الكاميرا. اسمع بيطلع من فوق الجامع برد بغز لتحت يا اخوان. طبعا هسه حنشوف. طب اشيله وين راح؟ ايش هو؟ معقول؟ مش معقول يعني كيف؟ لا يا زلمه وحد الله لهالدرجة هون طاير يعني لفوق شوي. ما فيش يعني كان يفوت لجوا يرد يرجع يفوت لجوا يرد يرجع. لا هو بس حاطط على فكرة على رفصة مش عليها حمام. وين راح؟ بين معك؟ أنا شفته كفت على رفصة. اخوان الله على رفصه يعني بدون ما عليهاش حمام كمان يعني. اخوان هذا الله العليم صدقني انه شكله طاير قريب من عندي يا اخوان. طبعا الطيور الجديده انا يعني في منها شاريها وفي منها اجتنا يعني من اصحابنا. يعني هذا الطباشيري من ضمن الطيور اللي صاحب الي صاده يعني وقال لي كشو عندك. فالله العليم شكله روح لصاحبه الله العليم يعني تحط بذمتي او فسد او راح يرجع. شفته حط انت؟ صدق ماني شايفه انا. استنى شوي. والله ما مبين اشي يا زلمة. بس يا اخوان بدي اشوف الطباشيري برجع ولا لا. انا متوقع يرجع الله العليم. تمام كلها على الرفصة ما شاء الله. هم هاي الفكرة يعني انا صلي تارك الحمام اسبوع يعني بالخشة مهملها شوي يعني في اكم من يوم لاني بدي اشد على الراس الثاني وشدينا على الراس الاول. شفتوا الحلقات اللي قبل دزيناهم مع بعض. فيا اخوان الحمام يعني صلى اسبوع بالضبط ما طارت. طلع شوي علي لما علي الطير كشف يعني وللاسف شكله طاير قريب يعني من هون راح يعني ردح غاد يعني ردحته اصلا غريب من الاول راح ردح غاد وضل يشوف اجا وين اجا. ايوه على العالي برجع. وين؟ ايوه رد كسر ورجع الجامع. والله ايوه عند الجامع رجع. زين بعيد مش كتر واصل لجوا يا زلمه. شو موصله غاد؟ طاير غاد على فكره. استنى افرجيكم يا اخوان. انا شايف اخوانه وبيجي ورا الجامع بطلع شوي وبرد بنزل على الواطي يعني. صدقني انه طاير غادي على بيض الطير. لا مدام رجع وقت راح. اي ها صدقني قلت لك عاديك الرفصة. صدقني انه طاير غادي الطير على فكرة. هي رجع نفس الرفصة حتى حاله. طب يعني يا اخوان يعني ما شاء الله عليه الطير والله انه مخه نظيف يعني قد ايش صار له عندي. ايوه نشرته
وكشيت راس راسين ثلاث، وفي مرة من المرات شديت عليهم كمان ما روح. اليوم بعد الحشرة الطويلة هاي أول ما علي الطير كشف، الطير أول ما علي خلص كشف، لأنه هذا الطير يعني ويعني شاب صاحبنا صايده وقال يا جماعة كشوا عندكم، يعني احنا الطيور هون جايبها في اشي منها صيد وفي اشي منها يعني جبناها مشترى. فما شاء الله يعني عليه الطيار والله مخه نظيف. هسه اخوان راح اكملكم اذا برجع ولا لا، خليني بس ايش اضلني متبع له. الطباشيري برجع بسلخ شوط، برجع بسلخ شوط وبضلوا ايش كاتف تحت، يعني اجى على العالي فززت له الحمام ولكن شو ولا عبر اشي، ضلوا ايش ما اعطيها. طبعا يا اخوان الطير يعني ما شاء الله عليه، الطير صغير، الطير صغير بالعمر، يعني انا لو بعرف خليها تحط، هاي الحمام حطت خليها تحط. طبعا يا اخوان الطير صغير بالعمر، انا لو بعرف انه هذا الطير طاير قريب لهالدرجة يعني كان ايش كان ما يعني ما كشيته. يعني الحمام حطت كلها، انا خليتها تحط. طبعا يا اخوان الطباشيري صغير يعني ما باخذ طواير، يعني اخر اشي توقعته انه يروح او يغلبني من الحمام الطباشيري، فاهمين علي كيف؟ لانه يعني الطير صغير، ولكن انا لو بعرف انه هذا الطير طاير قريب زي هيك كما طلعته بدري، يعني بطلع الحمام بدري، يعني كان طلعته بس على المغرب، ولكن شكله يعني صاحبه قريب من المنطقة هاي. يعني هسه أنا هسه إن شاء الله بدي يعني أستنى عليه شوي، رجع الطير رجع، يعني ما رجع يعني خلاص يرجع لصاحبه أو لفيه، الله يطرح له البركة فيه. يعني الطير زي ما أنتم شايفين يعني صغير، هو حتى الطير ما بأخذ طواير يا إخوان، يعني الباقي نزعناه مع طواير، ولكن هو الطير ما بأخذ طواير. أنا هسه حخليه شوي وبركي إن شاء الله إنه الطير يرد يرجع، بدنا نشوف شو راح يصير معنا. خليك معنا وتابع المقطع للنهاية عشان نعرف شو راح يصير بالطباشيري، راح يرجع ولا مش راح يرجع. شو حط؟ نوري أسود إجا من العالي، الحمام على الرفصة كلها. افتفت الباب، هاي الحمام هو الوحيد اللي لابس صفر. أنا عندي نوريين يا إخوان، ابعد شوي عبيدة، عبيدة ابعد شوي، هاي شايفين؟ هاي الغاد، طلع طلع مية داير. شوفين اخوان هاي دير باق بتطلع على الرفص، اعلف له جوا الخش. لا 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 حيفز حيفز. تعي جوا جوا، انا عند الباب مالك. لا 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 زدت شوي عند الخش بيجي مية جوع زي الكلب بيجي. خليه يأمن شوي، سيبه براحته. بار وين العلبه؟ هاي تحديد تاخذ. سيبه 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 يلعب، سيبه براحته. بس سيبه 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 براحته خلص. مالك مالك سيبه يا زلمة. أبي شيء بديش أضرب الكشميري يا زلمة، إجا بنص الكشميري إجا. ول 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 هد 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 مسك التليفون أنا، امسك الباب دمرني. ايش كمان هذا اللي شو هذا اللي طاير؟ امسك. طلع اخوان، طلع ما شاء الله، طلع ما شاء الله، الله يطرح البركه. ايه ده ما شاء الله، لا على البال ولا على الخاطر قاعدين. والله يا اخوان قاعدين لا على البال من العالي. طبعا الطير مية داير، طلع هسه هم الحبتين اللي اكلهم هسه، مش شارب ولا ماكل. طلع يا اخوان ما شاء الله، طلع الله يطرح البركة. هيا اخوان اللي بيحكي عشان نقول لك، فرجوهم النور الاول، هاي النور الاول، هاي النور الثاني، بروح طير وبيجي طير ما شاء الله ما شاء الله. هيا اخوان هاي النور الثالث،
حطه بالخش خليه ياكل الحزين. هيو هيو حطه حطه على اليمين هون خليه ياكل. روح انا نكون وصلنا لنهايه المقطع. طبعا يا اخوان الفكره انه انا قاعد بستنى الطباشير اذا اشوف بده يرجع ولا لا، وبنشر الحمام على الرفصه وعلى الارض والحمام تلعب. يعني بما يقارب قعدت ساعه استنى بالطباشير، فسبحان الله اجى نوري. يعني انا لا حاط ببالي لا صيد ولا اشي، سبحان الله الحمام كله على الارض لا مسك معها ولا اشي، من السماء من العالي وغزب الحمام سبحان الله يا اخوان. فهيك سبحان الله عوضنا ربنا خير بنفس اليوم ونفس اللحظه، نستنى طباشيري اجى نوري تبارك الرحمن. طلعوا النوري ما شاء الله ما اجمله، نوري جميل وحلو الله يطرح البركه يا اخوان. طلعوا ما شاء الله. هيك ان شاء الله بنكون وصلنا لنهايه المقطع. اذا عجبك المقطع لا تنسانا بانك تعمل لايك للمقطع باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية يا إخوان.